هل غرقت تونس حقاً بالمخدرات في شهرنا المعظم؟ وهل تدفقت الأقراص المخدرات في كل مكان إلينا براً وبحراً وجواً؟ عمليات نوعية تطرح ألف إشكال حول مصير بلادنا وشبابنا وأطفالنا، آخرها إحباط محاولة تهريب أكثر من 116 ألف حبة إكستازي وثلاثة كيلوغرام من مادة الكوكايين من طرف مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي. كمية الممنوعات كانت مخفية بإحكام على متن سيارة يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج قادم من ميناء مرسيليا، وفور الاشتباه فيها تم إخضاعها للتفتيش الدقيق، مما أمكن من العثور على مخبأ مهيئ أسفل هيكلها بداخلها 23 كيسا بلاستيكيا يحتوي على 116,391 حبة إكستازي تزن 65 كيلوغراما، وثلاث أكياس من الكوكايين تزن 3,350 غراما. عملية ثانية في المعبر الحدودي براس جديرة حجزت خلالها الديوانة ما يناهز 10,000 قرص إكستازية تم ضبطها مخفية على متن سيارة تحمل ترقيماً أجنبياً، وفور الاشتباه بها أيضاً تم تمريرها على جهاز الكشف بالأشعة، حيث تم التفطن إلى وجود كيس يحتوي على كمية الأقراص المخدرة تحت محرك السيارة. السؤال المطروح، من هي الأطراف التي تقف وراء محاولة إغراق البلاد بالسموم وضرب شيبها وشبابها وأطفالها؟ وهل لهذا الموضوع علاقة بالأزمة السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد في هذا الوقت تحديداً؟